بسم الله الرحمن الرحيم. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. احنا أحباب آل البيت عارفين الحديث وعارفين مجراه كيف يحمل. أعجب حاجة يا أخي إن أهل السنة في مصر بيفسروا الحديث على محمد علي والسلطان الخديوي وأنور السادات وجمال عبد الناصر. الإمام يعني الحاكم عندهم دي، هي دي القاعدة. اللي يموت وما هوش عارف الحاكم بتاعه ومش مدين له بالطاعة يموت ميتة جاهلية. شفت أحدث خيبة حصلت، إن الإمام عندهم الحاكم. خلاص يا سيدي، هم يحملون الحديث هذا الحمل الشنيع والعياذ بالله، بالضبط كما يقولون في قول الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر عندهم هم الحكام، والأئمة هم الحكام. هذا بالنسبة لأهل السنة. أما بالنسبة لنا، احنا عارفين هو كل الأحباب لقناهم ساداتنا الأئمة، وعارفينهم وعارفين إن اللي يموت ولا يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية والعياذ بالله. والمراد بإمام الزمان الأئمة الاثنى عشر، الأحد عشر إمام صلوات الله عليهم في وجودهم ومولانا في غيبته صلوات الله وسلامه عليه. عاوز أقول لك على مسألة، أن الله إذا أراد إظهار الحق، إذا أراد إظهار الحق أخضع أعناق الأعداء للاعتراف بالحق. ثلاث أرباع علماء السنة، ثلاثة أرباعهم عشان ما نظلمش، عشان في ناس عارفة أن مولانا إمام الزمان من سلالة مولانا الحسين ومؤمنين به وبغيبته من علماء السنة، أنا تناقشت مع كثير منهم يعرفون هذا. لكن ثلاثة أرباعهم كل مجمع على أن إمام الزمان لسه ما انولدش، لسه مش انولد، حيولد متخبطين بقى في الموضوع ده. هل هو من ذرية سيدنا الحسن ولا من ذرية سيدنا الحسين؟ الرسول قال اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فيبقى هو محمد بن عبد الله، ولا اسم أبيه اسم ابني يبقى ابن الحسن ولا ابن الحسين؟ مختلفين في الموضوع ده. بس الجميع يحتفل بليلة النصف في شعبان. شوف العظمة، كل الناس في مصر سنة وشيعة حتى المسيحيين يحتفلون بليلة النصف من شعبان. يعني أراد الله أن تحتفل الدنيا كلها بإمامها، حتى ولو على أيدي اللي مش معترفين بالإمام، كل بيحتفل بليلة النصف من شعبان ويصومون يومها. الوهابية حاولت محاولة إنها تغير من احتفالات في فتاوى الوقت في مصر على ألسنة السنية، لاحتفال بليلة النصف من شعبان حرام، وصيام يومها حرام الصيام. ومع ذلك كل أهل مصر يحتفلون بليلة النصف من شعبان المعظمة ويصومون يومها، فهم يحتفلون بإمام الزمان دون أن يدرون ودون أن يعرفون. أما أدلتنا على غيبة إمام الزمان، فالأدلة يا أخي واضحة وساطعة، سطوع الشمس، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يريح أحباب إمام الزمان، أن يريح أحبابه من العناء. مولانا الخضر عليه السلام الذي سيكون جنديا من جنود إمام الزمان موجود، وابن حجر العسقلاني له كتاب كامل في حياة الخضر حتى يوم الناس هذا، وجميع علماء السنة متفقين على أنه عاش لغاية وجود سيدنا النبي.
وانقسموا بعد ذلك قسمين، يا ترى هو مات؟ وناس تانيين قالوا لا هو باق. أعجب حاجة يا إخوة، أعجب حاجة يا أحباب، إن المسيخ الدجال متفق عليه عند علماء السنة، متفق عليه تماما، وحديثه متواترة 100%، وحديث مولانا إمام الزمان ما فيش إلا يدوبك البخاري يروي في صحيحه: كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم. مولانا إمام الزمان الحجة على غيبته كثيرة جدا في الأحباب وفي الأعداء، حجة على غيبة الإمام، بقاء إبليس إلى يوم القيامة حجة على غيبة مولانا وإمكان حياته هذه الحياة الطويلة. من الأحباب مولانا الخضر ومولانا إلياس ومولانا السيد المسيح، أحياء بنصوص القرآن والسنة، وسينزل المسيح عيسى ويصلي مأموما خلف إمامنا، هيبقى معاك مولانا السيد عيسى، هيبقى في ريح كنت ورا مولانا إمام الزمان خلفه في الصلاة ويصلي مأموما، فاللهم عجل فرجه الشريف.